كده يا بنات، خلصت حلقتنا مع احلى بسطة قصدير الجميلة. نفتحها مع بعض. انا عاملاها طبعا من فوق زي وردة كده، تقدر تعمليها تقفليها كده يعني اللي هو زي مربع، بس انا بحب دايما اعملها شكل الوردة دي. ماشي، وهقول لكم ايه السبب كمان. هنفتح بقى كده مع بعض. احمدك يا رب. شايفين ما شاء الله الدخانة طالعة منها ازاي؟ نشوف شكلها مع بعض من جوه. ايه رأيكم يا بنات؟ احلى بسطة قصدير بالدنيا، ما شاء الله عليها بجد، كتير حلوة. شوفوا الجبن سايح عليها ازاي من تحت، هي بجد فظيعة. يا رب تكون عجبتكم الحلقة، متنسوش سبسكرايب ولايك وشير. عرفتوا بقى انا ليه عملتها وردة؟ علشان لما بنقفل عليها ظرف بيلزق الجبن عليها من فوق. عرفتوا بقى؟ هو ده سر الوردة. اقفلوا قصديرتكم وردة. تمام يا بنات؟ تحطوا جنبها الجبن بارميزان، تحطوا الكاتشب، الدقوس، اللي تبونه، وحاملة جنبها مشوي، شكل مشوي اللي وريته لكم، هنزل لكم طريقته. تحطوا معاها كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.